افتتاح رائع يليق باسم مصر. فلازم يكون معايا دلوقتي على التليفون اللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرماية المصري. مساء الخير يا سيادة اللواء. مساء النور على الكلام الوطني الجميل اللي نتمنى كل ناس كل المصريين يبقوا عارفين ان احنا مش بنستضيف بطولات فقط، لا احنا بنستضيف في ظروف صعبة جدا على العالم، ومصر مستمرة في العمل والتقدم، ومصر بتنجح. احنا زي ما حضرتك اشرت احنا استضافنا بطولة العالم في شهر فبراير اول مارس، ثم بطولة العالم في هذا الشهر بافتتاح رائع وعالمي امام العالم كله، وبالإضافة لكده أعلننا عن افتتاح المرحلة الأولى من مدينة مصر للألعاب الأولمبية. ده كان بينقل صورة حضارية وبينقل صورة للعالم إن مصر عندها البنية التحتية قوية، عندها قدرة الاستضافة في التوقيتات الصعبة على العالم كله، وبننافس وبنحصل على الميداليات. احنا مش عاوزين حاجة أكتر. صدقني يا سيادة اللواء، امبارح وأنا بتفرج على الافتتاح زي حاجة بتقول كده الموضوع مختلف. انت مش يعني انا قاعد في مصر قاعد بيعمل افتتاح ابهار رائع جدا في افتتاح عالمي يليق باسم بلدنا. بشكرك وبشكر كل المسؤولين اللي كانوا متواجدين المسؤولين على الافتتاح، بجد بقول لهم الف شكر، بتطلعوا بلدنا في اطار عظيم جدا امام العالم. لكن احكي لي افتتاح وبدايه افتتاح مدينه مصر للالعاب الاولمبيه اللي كلنا بننتظرها عن فارغ الصبر، احكي لي يا الناس لما دخلت قالوا لك ايه يا سياده اللواء؟ انا عندي الناس اللي حضرت البطوله اولا يعني دخلت الميادين كان في حاله انبهار. رئيس الاتحاد الدولي ابلغني قال لي انا كل ما احب انظم بطوله انا عندي مكان كبير ارتكز عليه هو مصر. حلو قوي. ابلغ في اجتماع مع سياده الوزير بالامس قبل الافتتاح وابلغه ان الاتحاد المصري للرمايه ليست اشخاص همهم الكراسي، هم اشخاص يعملوا، دي حقيقه، وعملهم نجح باستضافتهم لهذه البطولات العالميه. ده من الناحيه العمليه كمصريين. الجانب الاخر هو البنيه التحتيه، مستلزمات اقامه دوره العاب اولمبيه من 3 إلى 4 ميادين خرطوم. الميدان الذي تم افتتاحه بالامس 10 ميادين خرطوش. يعني معنى كده ان مصر تفوقت على متطلبات دوره الالعاب الاولمبيه. وبالتالي احنا كده في مرحله متقدمه جدا. مهما كلمنا ومهما قلنا صور وتحركات واشادات المشاركين سواء رؤساء اتحادات او رئيس الاتحاد الدولي أبلغونا إحنا في سعادة لم نكن نتخيل أن نجد هذا في مصر، ولم نكن نتخيل أن يكون هناك حفل افتتاح مثل ما أنتم فعلتم يا مصري. أحلى حاجة الحاج بتقوله بجد، أسعد حاجة وأسعد حاجة إن إحنا نحس بالفخر إن إحنا مصريين وبنعمل حاجة العالم كله بيشيد بيها، كل وكالات الأنباء في العالم بتشيد بحفل افتتاح امبارح. ده حاجة مهمة جدا. ألف مليون مبروك يا سيادة اللواء. إحنا بجد بجد يعني مبسوطين وفخورين جدا بحضرتك وكل السادة الأفاضل اللي شغالين على البطولة. لكن فكرة وجود الأستاذ عمر خيرت ونجمنا الكبير أمير كرارة في الافتتاح جات إزاي؟ وصلت إزاي؟ الفكرة رائعة بصراحة. فكرة وجود الفنانين بصراحة عكف عليها السيد وزير الشباب والرياضة وعكف عليها وزارة الدفاع باجتماعات، عدة اجتماعات وعدة بروفات، وتم تعديل فقرات الحفل مخصوصا لإبهار العالم. احنا لازم نقول للعالم احنا مصر. صح. اللي ما يعرفش مصر يعني ايه، النهارده بتمشي في اي دوله اوروبيه بيعتزوا ان احنا مصريين. صح. وبيعتزوا. انا قيل لي يا ليت عندنا مثل الرئيس عبد الفتاح في عده دول. مقولة ولا أحلى ولا أروع من كده. دي حقيقة، دي حقيقة اللي احنا بنشوفه بصراحة. أنا بص أكيد لعبت رياضة، بس اللي بشوفه في الرياضة زي ما حضرتك بتقول كده حاجة مختلفة تماما في العالم. سافرت كتير وشفت كتير، لكن اللي بيحصل في مصر في الرياضة في البنية التحتية بصراحة ما شفتوش قبل كده يا سيادة اللواء.
زي ما حضرتك قلت احنا يعني وصلنا لمرحله بقينا متقدمين ومتفوقين على بلاد كثيره على مستوى العالم. تفوقنا وتميزنا ده انا عاوز اقول قياده سياسيه ووزارات معنيه كلها بتعمل بفكر واحد. هذا الفكر وصلنا للمرحله اللي احنا فيها. المرحله اللي احنا فيها دلوقتي الاجانب على فكره ما يقدروش ينافقوا، ما يقدروش يجاملوا. لما اتكلموا في هذا الموضوع انا وقفت ما بقتش مصدق كميه الفخر ان انا اشعر بيه كمصري. وفي حفل الافتتاح احنا كنا رئيس الاتحاد الدولي بقى يسقف بحراره ويبص لي يقول لي ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ ده رئيس الاتحاد الدولي. يعني احنا تفوقنا على كثير من دول العالم. قال ما فيش دوله هتستطيع تعمل حاجتين، الحاجه الاولى هي البنيه الاساسيه اللي انتوا عملتوها عدد الميادين وحفل الافتتاح والتنظيم الرائع فقط. كفايه. كفايه نقدر نقول كده. سياده اللواء بنشكرك شكرا جزيلا، لكن لازم نسالك سؤال مهم. طمنا بقى على مشاركه اللاعبين المصريين في بطوله العالم، وانا عارف ان اللعيبه المصريين عندنا ابطال وان شاء الله يجيبوا لنا الميداليات واكثر مما تتخيل. اتفضل. امبارح اول امبارح كان بطوله كده الكبرى بفضل من ربنا حصلنا على 9 ميداليات. النهارده امبارح واول واليوم كان البطوله الافريقيه. تمام. واحنا الحمد لله حصلنا على عدد كبير من الميداليات ما شاء الله. لسه المجموع بتاعها حتى الان لم يصل اليها لانه هم دلوقتي حاليا بيعملوا اجمالي الميداليات، لكن انا اوعدك ان المجهود اللي الدوله بتقدمه هيقابله مني نتائج على مستوى العالم بالاجمع، ومصر هتبقى شرف ليها تحصل على هذه الميداليات. وان العالم يتحدث كيفما تحدثوا بالامس على البنيه التحتيه وعلى الحفل المشرف سوف يتحدثوا عن نتائج المصريين في هذه البطوله. سياده اللواء انا بشكرك شكرا جزيلا اللي كنت معانا النهارده، كلام رائع كلام جميل من سياده اللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرمايه.